الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هلا البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي، يا هلا البزنس كفو. أنا زعلان قبل أقدم المقدمة، أنا زعلان زعلان جدا، وفي خاطري شيء كبر الجبال. يعني إلى متى وحنا نقول يا متسابقين؟ الله يعطيكم ألف عافية. أول شيء النظافة من الإيمان، تاكل شبعت فلفلت بطنك أخذ قدورك الله لهينك وغسلها في صابون وفيه موية، وروح حطها في الدرج وروح ارقد. مو هو بتغسل تاكل من العيشة ولا من امتلى بطنك خليت الصحون كذا، ما ينفع. هم الشيبان كذلك اخوي، السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل الله يحييك، يا مرحبا ومسهلا. شف ايا من كان، سواء شباب سواء شيبان سواء كليت صحنك الله لهينك غسله. أنت في مكان هنا مثل الرحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في قناة الواقع الفضائية، مرحبا والله مسهلا في فقرة الطبختين، الله يحييكم. اليوم اللي هو اليوم 29 من برنامج البزنس، هاشتاغ البزنس 29، نستقبل مشاركاتكم وآراءكم، وكذلك نحب نذكركم أنه بيكون 300 نقطة راح نسحبها لكل متسابق اليوم معنا في الفقرة الطبختين 100 نقطة. نرحب الآن معنا بالمتسابقين، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحمد الشمري، حياك الله يا أحمد، شرف فيك. ونرحب بسيف الزعبي، مرحبا يا سيف، وكذلك في انتظار خالد وانتظار مهند بن فردان، مرحبا يا شيف أبو علي، حياك سعد. الله حياك الله، شلونك يا حبيبي؟ يا مرحبا، شلونك؟ الله يحييك، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. أبو علي أنت شفت المنظر اليوم؟ اول شيء بحب حييك وحيي المشاهدين الكرام، حيي المتسابقين اللي معنا، الله يعافيك، واللي متاخرين نعم. واللي عم يتركوا الاواني بدون غسيل، بحيي الجميع طبعا. هذه مشكله، بس انه يا ليت في الايام القادمه نهتم بنظافه الاواني يا شباب. نعم، نهتم فيها يعني بدون اهتمام المطبخ، بدون اهتمام يعني الواحد سلام بتنقطع نفسه انه يدخل على المطبخ اصلا. ضميره كيف بيتركه يا اخوي؟ خليه يصحونه وصخه، ما بعرف. حياك الله يا خالد، شلونك يا حبيبي؟ طيب كيف حالك؟ مع الشمري؟ يا هلا، مرحبا ومسهلا، الله يحييكم. وين مهند يا اخوي؟ مهند طال عمرك حاليا، امس تعبان بالليل والحين بيجي ان شاء الله. ما فهمت يعني بيجي؟ تعبان شوي بيجي. بيجي؟ ايه جا. اكيد؟ ايه جا. واذا ما جانا اشيله. لا ما في، ما اشيله، اذا ما جاء ايش رايك ابو علي؟ اذا ما جاء مهند ضيع نقاطه. يضيع نقاط يعني يفوز هذا 150 نقطة بس. لا إذا عنده عذر قاهر يعني. إي نعم. لا إن شاء الله. أعوذ بالله من قهر الرجال، ها؟ إن شاء الله إنه بيجي. بيجي؟ توني إي شوفه ولا عليك. إن شاء الله بيجي. حياكم الله. مرحبا يا الشمري. يا مرحبا. مرحبا يا خالد. مرحبا. شلونك؟ عساكم طيبين. الفريق الثاني طال عمرك يوم نعرفه إنه حنا وإمكانياتنا الكبيرة موجودين، خافوا ولذلك هربوا بسرعة. إمكانياتنا بالطبخ. وأنت إيش تقول يا خالد؟ ما على كلام خوي كلام. يا سلام. مرة إن شاء الله ما نجيب العيد نفس المرة اللي راحت. ما شاء الله. شوف اليوم لك عياد أنت. أنا ما لي عياد، الحمد لله قد فزت. أنا بسألكم يا اثنين، أنتم قد فزتوا معي في الفقرة أو قد فزتوا فقرة في الفقرة الطبختين؟ أنا قد فزت مرة واحدة. كم؟ طلعت مرتين، مرة انهزمنا ومرة فزت. وأنت يا أحمد؟ والله يا أخي مفلح أنا ما فزت ولا مرة. ولا مرة. إن شاء الله اليوم. ولكن إن شاء الله اليوم بنفوز. عسى الله يوفقك. ها يا زعبي وينه؟ أنت شو علمك؟ ها؟ جاي. كم يبي لك؟ جاي. يا ويلك ويلاه، معك دقيقة واحدة، إذا طيب ما ذا يا ويلك ويلاه أنت. بخصم عليك 300 نقطة. إيش رأيك تسوي لهم؟ ترى ما علي منك. يلا حيا. الله يبقيك. تسوي لهم القرعة بين ما يجي؟ إي بنسوي لهم القرعة. يلا بسم الله. وش ذا؟ اللي يجي عليه القرعة هذه الأكلة الحارة ولا لا يا أبو علي؟ اللي بيسحب القرعة حيسوي حيحضر لنا سلطة الفواكه. يعني الباردة؟ إيه. والثانية وش هي؟ ثانية مفاجأة. واحد يلا يلا. هو في غير اصلا تعرف تصلح سلطة باردة؟
هي فعليك يعني بارده يعني تفضل يلا هذا وش الزعبي و بطاطس مع اللحم يعني بسيطه والله اكشف 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 شوف هذا الحين اخوي مفلح الحين البارده يعني شوف بسيطه والله دلع مدلعينكم اليوم دلع الحين كيف هذا اقول دلع ارقد بس لا خلص الحين ضبطك ها كيف الحين ضبط الله يجزاك خير اي والله على بالله عليك اي والله خلاص نشوف الحين ترى شوف ما عليك من تراها صعبه شوي يبي لها تركيز هذا وش يبي لها هذا وش لا تستعجل الان بشرح لك كل المكونات هذا اصبر خله شوي يجي يشرح هذا كل ابو عارفينه بس هذا اللي وصل الفواكه هلا بعرفك طيب. عليه راح يصير صديقك هذا طيب ابو علي ابدا الشرح يبدا الشرح يا سيف ابي ورقه وقلم تفضل يا سيف طيب تفضل اعطوه ورقه وقلم هاي اجمل ورقه وقلم الان في انتظار مهند يا ريت مهند يجي واحد لا ليش طيب اليوم عندي بطاطس قفز زين مفلحه مو لا واضح يا ملفحه مفلحه من عندك يعني مفلحه من عندي مره من صوبي يعني مفروم يا ابو علي كيف مفروم يعني تسمى هي هو اللحم مفروم هذا اسم الاكله بطاطس ملفح ملفح التلفيح يعني يقلبها راح نحمص اللحم في قدر خاف انه يجي مخلف يعني اول حاجه نقول المكونات مع بعض لحم مفروم لحم غنم سلام بصل سمن قريتها بطاطس ملح بطاطس فريش ملح بالاضافه للفلفل الاسود طيب كيف الحال الله يحييك حياك الله يا هلا والله مرحبا الله يحييك طيب. عيد المكونات البطاطس بجيبها دقيقه بس اللحم المفروم البصل السمن الملح الفلفل الاسود اول حاجه على قدر راح نولع النار ونحمص اللحم حتى تنشف المي حقته اول ما بتنشف ميته بيكونك فاري من البصل وتنزل بالبصل على اللحم وبتحرك حتى تدبل البصله بيكون مقطع البطاطس مربعات صغيره اصغر درجه خله بس يخلص الشرح البطاطس عاوزك تقليها بالزيت عشان انا لا لا اقليها اول مرحله قطعها اقليها بالزيت شيلها من الزيت وضيفها على اللحم المفروم البصل بس ضفتي على اللحم المفروم البصل حط لها كوب مي يعني بحجم هذه ماء واكتمها لمدة 10 دقائق بيكون بشمها بشم تمام ملح وبعد ما تغرفها رش عليها فلفل أسود أكلة سريعة وبسيطة ها يعني هذه البشارة يا شيف اي نعم هذه القشارة مش البشارة قشارة. هذه القشارة طيب والبشارة وش هي البشارة هذه هذه البشارة اي صادق اي هي وهذه القشارة بشارة كلها اخوات اي لا اولاد عم هذول اي بنات عم شوف اول شيء نحمس اللحم لين ينشف الماء نعم بعده نقطع البصل ننزع على اللحم لين يدبل معك يطلع لونها اشقر ولا لا البصلة ما بتصير شعرة هي بتتم بيضاء بس بتدبل اي غيره اي بعده نقلي البطاطس نقليها بالزيت مقطعة قطع صغيرة أصغر حجم عشان عملية السواء تتم بسرعة تمام وهذا معه حتملح الأكلة وبعد ما تغرف ترش عليها فلفل أسود تمام لا احنا بنقشر لو اي قشر بس لا تقرب في عندك سؤال ما بنروح ما حنقرب الرجال يا ابو علي ان الرجال يقول انا قد رقت مطبخ بيتنا ايه فالله يستر اليوم فانا ايش والسمن كويس انك خبرتنا عشان نستنفر يعني اي لا ولا فوق ذلك ودنا بس يقطع البصل ويخلي النار لا شوف الساعه يلا الله يخلي لي اياك بعد عن النار ها السمن راح تضيفه على اللحم بعد ما تنشف الماء هذه وش يا شيف اضيفه على اللحم بعد ما تنشف الماء احط سمن وبعد عشان تحمص البصله في السمن يلا فهمت يا زعبي ابشر بس فهمت خلاص فهمت يا مهند تمام يلا الان يا شيف وعلى حق تيش الشعر البس على راسي واقي شعر عشان ما حلوه يا سلام عليك يلا تفضل يا شيف تفضل يا ابو علي على سيدنا محمد الان يشرح ابو علي الطبخه السلطه ما هي طبخه سلطه الفواكه مثل ما بنعرف سلطة الفواكه إلى طرق عديدة بس الآن راح نسويها بطريقة سهلة كتير
سلطة الفواكه بصوص المانجا. على فكرة صوص المانجا. ايه الان بشرح لك شو صوص المانجا. عندي موز، برتقال، افوكادو، تفاح، خوخ، دراق، مانجا، عنب. تمام. راح ننظف الفواكه، نغسلها بالماء جيدا، نقشرها ونقطعها قطع بتعادل حجم حبة العنب. ممتاز. حلو. تمام. ممتاز. لو حبيت تسوي نص تفاحة، نص برتقالة، نص حبة أفوكادو ما في مشكلة. حلو. يعني مو ضروري تسوي الكمية كلها. لكن بنجي على لو نسوي من كل نوع نص. من كل نوع نص. ونخلطهم بالطبق هذا. خلطهم؟ إيه نخلطهم هنا. عشان تصير معي. نقطعها نخلطها. بعد ما نقطعهم نخلطهم هون. الحاجات اللي قطعتها. راح اخذ حبه المانجا هذه عشان اصلح الصوص، وبالخلاط هذا بدي اياك تحط المانجا المقشر هنا مع الحليب. ممتاز. مع الكريمه، كريمه الحلويات. ممتاز. مع ملعقه قشطه من هذه، لانه كميه القشطه المتبقيه راح نزين فيها طبق الفواكه. طيب ثواني الحين، هذه الاشياء نخلطها وين؟ تخلطها هنا. مجرد نحطها هنا يعني. نخلطها بقى، انا احسب قصدك نخلطها كذا. اي زين. انا ما عم اسوي كوكتيل، سلطة فواكه. حلو. عشان ايه نحطها هنا. اي مع المكسرات. المانجا مع نصف كمية المكسرات. حلو. المانجا مع نصف كمية المكسرات. حلو. النصف الآخر أيضا حزين فيه. اي زين. حافرمه وزين فيه. ايه. تمام؟ ونصف كمية القشطة في الخلاط. حلو. كمية الكريمة الحلويات كلها بالخلاط. كاملة. ايه كاملة. وكمية الحليب كلها. حلو. والعسل والسكر. العسل على الوجه للزينة. حلو. تمام. فوق الجزمة. السكر في الخلاط. كامل. راح نعيد. في الخلاط المانجا، السكر، كريمة كامل. الحلويات، الحليب، نصف كمية القشطة، نصف كمية الكاجو. ممتاز. يعني سكر كامل. السكر كامل. حتزين طبقك في العسل والكاجو والقشطة. بس. والعنب. تزين يعني عقب ما تضبط ديكور. اه بسوي له ديكور عقب ما يخلص يعني. عرفت. تمام. طيب وهذا ايش اسوي فيه يعني بالضبط؟ هذا خلاص. هذا عرفت. تحطه هنا. تحطه هنا على الخلاط بالشكل هذا. والله اشرحنا واضح عرفنا. تمام. عقب ما يخلص يعني. بعد ما تحطه هنا بتقفله بالغطاء حقه. هات الغطاء عشان ما يطلع المنتج لبرا. طيب شيف في كهرباء؟ لا ما في. حيروح لعند فيش الكهرباء بيشيله بالطريقه هاي. بعد ما يحط المكونات بتروح على الفيش، بتحط الفيش بالكهرباء. تنتبه ما تحط اصبعك هنا. بعد ما نخلطها، بعد ما نخلطها. ايه من برا. بعد ما نخلطها نحطها مع الفواكه. بتصبها على الفواكه، على السلطة وبتزين. ممتاز. واضح الفكرة. يا حبيبي. يا حبيبي، والله يا أبو علي أقسم بالله نعمة من الله هذا الرجل. الله يبارك فيك. شكرا لك يا حبيبي. الله يسلمك، لا شكر على واجب. يلا يا شباب. صبر صبر صبر. صبر. مستعدين؟ لحظة قبل، مستعدين يا شباب؟ عندكم سؤال؟ لحظة تفضل مهند. سيف عندكم؟ لقينا بس القدر حقنا مستخدم. وش نسوي؟ احنا والله نصيح على يلا يلا غسلوا عشان ما يكون عندك وقت مهدور. يلا يلا. طيب كم التايمر يا ابو علي؟ التايمر؟ التايمر نص ساعة. 30 دقيقة؟ نص ساعة. طيب تعال لا تغسل، خذ ها جاهز. خلاص خلاص مو بلازم تغسل هذا. طيب التايمر عطونا يا شباب التايمر 30 دقيقة. 3 2 1 بدأ التايمر وانطلقوا يا شباب. يلا بسم الله. يلا ضيفنا يالله حيا يا هل البزنس كفو يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو يا هلا يا هلا هلا في كل وافي.
صافي هلا 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 فيكم الزينة القوافي يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو يا أخي شغل هاد حبيبي شغل هاد أقوى لك أسرع كيف أنا ما يشتغل كيف ما يشتغل سكينة هذا سكينة ممتازة شوف هاي رهيبة شيفنا حبيبنا هذا كيف مشاهدينا الكرام نذكركم في التاج البزنس 29 راح نسحب 300 نقطة لكل متسابق 100 نقطة هذه غير تقييم الشيف أبو علي من الآن شاركوا في التاج من الآن لأني بسحب من البداية على أول فايز من المتسابقين وأرجو عدم تكرار الاسم في التاج عدم تكرار الاسم بس الاسم مثلا سيف الزعبي مع التاج فقط لا غير بدون قلوب وبدون نقاط شكرا لكم يلا بسم الله يلا الهمة الهمة يا شباب يلا يلا يا شباب يلا يلا يلا, يلا يعطيكم ألف عافية ترى كل ما صغرت البصل كل ما له نجاح يلا بسم الله يا هلا هلا في كل وافي يا هلا وكل من له قلب صافي هلا 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 فيكم الزينة القوافي يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو يا شباب يا محمود إذا فيه اتصالات جهزونا اتصالين بس قبل الاتصالين كلموهم قل عندكم خبرة عن الفواكه عن سلطة الفواكه وعن الأكلة اللي اليوم اللي هي البطاطس باللحم عمرك يا حبيبي مهندس أحمد حبيبي يعطيك ألف عافية هذا المهندس القدير اللي من يوم بديت البرنامج في برنامج الواقع هو موجود صراحة بيض الله وجهك يا أحمد والله العظيم هو اللي يضبطنا بالصوت هو اللي يضبطنا بالاتصالات ويعطيك ألف عافية أحمد وشريف ومحمود وعلي بيض الله وجيهم ولا ننسى بعد نوجه تحية لا تجرح إيدك من هو؟ الشحات ناصر الشحات ناصر الله يحييك يا أخوي ناصر بين إخوانك مرحبا بك حاول لا توجه السكين على معدنا على إيدك اللي والله يتعب لأجلكم اللي هو سالم بن سعيد أرقام التواصل الآن طالعة على الشاشة مشاهدينا الكرام الله يحييكم بالله عليكم إنكم تعلمونا وش الشباب يحتاجون مساعدتكم في سلطة الفواكه خصوصا ما نبغى أحد يقول أنا وجه تحية لمتسابق فلاني مهم معنا هو راقد الله يسعدكم ما نبغى نبغى تفيدونا هنا ولا بالأمور هذه الشك زايل الله يبيض وجهكم يلا بسم الله خالد السهلي واحمد الشمري يلا يلا شباب شباب انتم ماشيين صح امانه ماشيين صح ماشيين صح ماشيين صح اهم شيء ما تقبس بينكم اهم شيء شو اسمه خالد عدوك اسم ترى بيجيكم اتصال الحين عن سلطة الفواكه واحد الخوات بتتصل وانتم اسألوها وش الاشياء اللي ودكم تسألون عنها خلاص شباب عندكم سؤال شيء ايه ترى في احد وش يقول يقول اذا الله رزعك 15 مليون كم تعطيني منها كم بهبلي منها قلت له هاي بدها تفكير هذه بدها تفكير يا حبيبي تفكير كثير كثير 15 مليون يا رجل ما بتهبلي منها 2050 اي لازم شوف ابو دقيقه ابو علي شو اسم هذه سلطه الفواكه سلطه الفواكه طيب بصوص المانجا السلام عليكم اخت جميله مساء الخير هلا والله كيف حالك يا اختي اختي اليوم معنا طبختين اللي هي الطبخه البارده والطبخه الحاره ايوه اللي هي سلطة الفواكه بالمانجا وبطاطس باللحم
الشباب هنا خالد السهلي واحمد الشمري راح يسالونك عن السلطه وش النواقص اللي فيها. تفضل يا شباب تفضل. طيب نسال ويسالون. طيب ايش اسمها هي؟ جميله اخت جميله. يا اختي جميله لبيه. الان اهم شغله هي الشكل صح ولا لا في الفواكه؟ ايه. لا اصبر الحين تقطيعها. أيوة. كذا تقطيعها كذا زين. قرب يا كنترول يا مخرج قرب. ايه انا اسوي مربع ويطلع جميل كذا كذا. شوفي زينه كذا. ايه زينه. ايه كذا زينه ممتاز. طيب انا اسوي الشكل الموزه كذا بحطها دائريه. ايه عادي. لا انت اسال خلي التقطيع اسال اذا بعد ما مرحله التقطيع. بعد مرحله التقطيع ايه ايش بتسوون بعد مرحله التقطيع؟ ما ادري العنب بنصفه بنضبطه هنا بنضبط الشكل يطلع بشكل معين بعدين نصب فوق ذاك. يعني خلاص ما عاد عندكم سؤال. بيض الله وجهك السنافيه. شكرا لك اخت جميله. طيب اخت جميله باقي ما يا اختي مفلح ممكن اتكلم عن احمد؟ ما اسمعك. اقول ابي اقول كلام لاحمد الشمري. تفضلي تفضلي يا ابعد امري. اقول يا احمد مبدع ودك تشد حيلك اكثر وحنا فخورين فيك وفي اللي قدمته وجمهورك معاك. يا بعد راسي باذن الله 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 يجزاك خير يطول عمرك يا بعد راسي وابشر ابشري بالخير. شكرا يا احمد. لا بس خاف اجيب السلام. الله يعطيك العافيه. طيب اخت جميله اخت جميله هلا. فيه الشباب باقي هنا اللي هي أكلة اللحم بالبطاطس إذا عندهم سؤال راح يسألونك. أي أوكي. طيب شباب مهند عندك سؤال عن الطبخ شيء؟ عذب ترتيم يعني جميلة. أخت جميلة الله يصبح سكار يعني كيف تبغين اللحم يكون ناشف شوي؟ أي. يقول اللحم يكون ناشف شوي ولا يحط معه موية ولا كيف؟ لا لازم ناشف اللحم. ارفع الصوت يا اختي. اقول هو اللحم مش معه؟ اي اللحم مع البطاطس مع أيوه. الحين اللحم يحمسونه مع البصل. اي سلمت مع البصل بدون ماء. لا تحطون ماء. بدون مويه. اي بدون مويه. طيب انتبه انتبه. الله يعطيك الف عافيه. سلامات. العفو. الله يعطيك الف عافيه اخت جميله. شكرا لك ما قصرتي. امين وياكم في امان الله. هلا والله. يعطيكم الف عافيه يا شباب. خلاص اتصال واحد يكفي. اتصال واحد يكفي. بيض الله وجيكم اخت جميله ما قصرت. علمت الشباب هنا الطبخه البارده والطبخه الحاره. الله يعطيها الف عافيه. كم باقي من التايمر يا مخرج؟ أوه. باقي 20 دقيقة و30 ثانية. 20 دقيقة يا شباب يعني راح 10 دقائق. الله 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 يا ابو علي. الله الله خبرة ما شاء الله تبارك الرحمن. بيض الله وجهك يا ابو علي. شوف ابو علي شوف والله العظيم صراحة لو تلف الدنيا ما تحصل شيء مثل ابو علي. الله يبارك فيك. شوف راح ينصف حتى للشباب هناك. الله يعطيك الف عافية يا ابو علي. الله يعافيك. انتبه تخلط ترى فيها بذرة داخل. شباب شباب ايه ترى مو بلازم كل البطاطس شوي. هذه مو بلازم تحطونها والله. ايه ابو علي صح مو بلازم كل البطاطس تحطونها صح؟ مو لازم. المهم على قد الاكله. على قد الاكله مره. على قد الاكله. والله يا رجل انا 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 تعبت الحياه. ليش فيك؟ شوف شباب سلامات من المتسابقين يعني. اي والله العظيم. ليه؟ يعني انا ذا اليوم عندي فقره حلو. يجيني واحد اسمه سيف الزعبي يجلس عندي في السرير. يرقد ايش؟ يجلس عندي في السرير يتكي كذا يسولف. بس فاضي فقط. ما يخليك لا ترقد ولا شيء. وسؤاله لنا 30 يوم وش سؤاله وش امنيتك يا مهند؟ طيب انا 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 بسالكم اسئله بدل لا يسالك الزعبي. خلاص
عندي لكم محاول طيبه. انا الان طيب خليني بسال سيف وبرجع لك يا مهند. طيب سيف حبيبي كيف حالك؟ الله يعافيك، تراني بقطع اصبعي لا صار في سيف. سيف هل تشوف اكتفيت من البرنامج ولا تطمح للمزيد؟ اطمح للمزيد. يعني باقي عندك شيء تقدمه؟ ايه. مثل؟ باقي شو اسمه تدشين اعمال، باقي. منشد انت يا سيف صح؟ الله الله. طيب تسمعني بيتين ولا عليك امر؟ ابشر. تسلم. ذا يكفي ترى ما يحتاج. يقول محتاج لك حل والله يقطع الحاجة. السلام. حدثني وجيت داري دمعة عيوني. وقدر الله مع الأيام نتواجه وتمر مثلك مثل ناس يمروني. سلامتك. كل سالم يا سلام. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. طيب سيف لبيك. الله يلبيك. قد انحشت مره من المدرسه وانقفضت مسكوك؟ لا والله ولا مره. المشكله ان ما شاء الله. شوف انت بتعترف ولا اجيب لك الموقف؟ لا 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 مره ولا شيء. مره ابوي الله يطول بعمره امين. هو في البيت انا اتخيله جالس عندي في المدرسه. ليش ما حطيت؟ ها طيب بقالت الزاويه شيء؟ ها يمين يسار؟ لا مره. وفيه شيء؟ مره. طيب الهايلكس؟ طيب قمرتين يعني انت الان الكابرس مشينا كل شيء. كابرس الرجال ما بعد استوعب. طيب سيف لبيك. الله يلبيك. عندك يقول لك فريق دعمك يبي يسمع منك يا رفيق العمر. فريق دعمك حسوس. رفيق العمر والدرب دام العلم ينصك وش تشوف ترى ما دام سنك حول سني لا تجزع من الدنيا وتشكي كبر بلواك الليالي مثل ما صوب انك صوب اني بالعنا ما انت بالحالك وجاني مثل ما جاك والليالي كفاح ولا حد عشم تهني الليالي كفاح ولا حد عشم تهني. اشكرك ما شاء الله تبارك الله. سيف لك اعمال في اليوتيوب؟ اللهم. كم عمل وكم لك في الانشاد اصلا؟ شوف ترى ما طلعت الا تعالي يعني في ناس نتعزز حاول صوتك ما شاء الله وتعرف فيني ودي. كم لك في الانشاد في مجال الانشاد؟ أنا سويت لي ست أعمال يعني فيها زواج وفيها عملين غزلية. إيه إيه. طيب وإن شاء الله فيها عمل إن شاء الله بيكون اليوم إن شاء الله ولا لا خلها لها يا مفاجأة. بالله اليوم ساكن دامك وردت يمكن على صلاة العشاء بعد صلاة العشاء. اسمعوا تصريح سيف الزعبي عنده بإذن الله تدشين عمل اليوم نبغى تعزيزكم يا جماعة. نعم. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. صح صوتك مقدما. حبيبي. طيب مهند بن فردان يلا حيه. الله يبقيك طال عمرك. شلونك عساك طيب؟ الله يبقيك. يا مهند الفردان مسيت بالخير. مسيت بالنور. يقول لك صفه تتمنى لو انها موجوده فيك. ابو محمد. ما استعجل في ال ايش قومك؟ ايش قومك؟ يمكن نسينا ملح ونسينا بهارات. ليه؟ معلم
عادي عادي ما فات الا شيء. انا وقفت على الملح والبهارات امورك طيبه. انت تهتم بالافضل انه اللحم ما تنحرق. اي انا والله حرك 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 هنا. خف ايدك خف ايدك يا ابو. شد الله. اسلم. اني ما استعجل في الشوط. ما تستعجل في الشوط. نعم. تاخذ قرارك بكل اريحيه. نعم يعني فرضا باخذ لي حاجه كذا استعجل في الشوط فرضا. اجيب الطاعه. طيب مهند من قدوتك في الحياه؟ والله قدوتي في الحياه ابوي لاني الله يحفظك. في البعض يقول بيقول ابوه بيقول ابوه لكن اللي انا تعلمت اشياء من ابوي واجد يعني علمني مواقف صارت له طبعا ابوي هو اللي قال لك عشريتهم صح لانه توفى جدي وعمر ابوي شهرين فقط شهرين فعاصر الحياه صح عمال الكبار ما قصروا ولكن عاصر الحياه لين نجح ونجح واكبر مثال نجح عندك خالد اخوي الله يمسيه بالخير هو اللي ماشي على نهج ابوي ما فيه الا انا يعني شاطح شوي طيب الله يحفظه لكم يخليه لكم ان شاء الله ونعم التربيه يا مهند طيب مهند منشد شاعر ممثل مهند والله لا هو منشد ولا هو شاعر لكن دخل ناشط اجتماعي ايه ولكن دخل مع شعار قوي ايه دخل مع شعار قوي انت مرة. انا دخلت مع شعار قوي ايه مع الشباب مع الشباب شوف لا تقول قويين ابي منك بيتين انا قلت انا امس كتبتها والله اني امس كتبتها سلمت انا ماني بين الحصريه كتبتها وسيف معي اسلم سيف معي امس نبغى نلحنها سيف سيف ترى تكفي بي قطع ذي قدام قطع ترى تكفي قلت يوم جيت للبرنامج يوم جيت للبرنامج قلت بيتين تعرف بما ان فراق الوالد ما شفته وكذا انا متعود كل صباح وانا معه الله يقر عينك فيه ان شاء الله امامي قلت انا ما جبرني على المفارقه كود هموم الله هل تراكم علي همي وما لي قدره المه وقلبي معك يا ابوي ومع اخواني دوم ولا هو بشايل همي كود رجل من جلي همه الله هل هذه اول بيتين كذا ضبطت معي الله يحفظه لك ويخليه لك ان شاء الله ويطول بعمره يا رب طيب هذه اهم شيء ما في طاعات يعني طيب يا اخي فيها اسئله يا فرق الدعم بالله منعوني من بعض الاسئله اقسم بالله بعض الاسئله انتم تلامسون المشاعر يعني منعوني من ذا الاسئله وش موقفك شيء تفتحون جروح قديمه ما لها لزوم ولا لها سنع دام السؤال جاء عندك يا ابو سعد محرر دينك ها؟ اقول دام السؤال جاء عندك ما حد رادك لا انا ابي اوضح لهم لا انا اوضح ترى بشكل عام ما هو بالفريق دعمك وبس كل فرق الدعم أنا قصدك إني أكتفي بالإجابة لا أنا عندي محاور لازم أقولها لذلك أنا أشوف من فرق الدعم لا تعطونا أسئلة تلامس المشاعر ما نبي هذه حزن ما حزن الدعوة أمطار وخير وجوان زينة وناسة أعطوهم دافع معنوي صحيح مهند ولا لا صحيح فهمت قصدي الحين يا أبوي فهمت قصدك بيض الله وجهك طيب وكذلك بعد بمناسبة الدعم المعنوي باقي 10 دقائق ترى خالصين خالصين طيب يقول لك مهند ما سبب قل الظهور مهند على البث شف انا قلت لهم اسلم رح تفضل الله يرضى عليك انا قلت لهم ان السيل دائم يبطي من كبره ايه لان السيل يبطا مجيه هذا من كبره ايه ف انا والله اعطيت سيف الزعبي مجال ابغى يظهر الريالتي اللي عنده عشان خلاص اللي 90 يوم اللي جبت فيها الاول ما يزعل علي. ايش تسوي اذا انت غايب في البث ايش تسوي؟ انا والله مو هب اني اغيب اتبطح ولا لا اخلص الاشغال داخل. خلص كاشغال؟ اشغال خاصه. ايه اشغال خاصه. حلو وعندي انا عندي قولون عرفت فعانيت منها اول ما دخلت البرنامج. قولون هضمي ولا عصبي؟ كلها ثنتين هذه. عانيت منها في البرنامج. وعانيت منها بعد بدون تحيز بعد، عانيت معهم بالشيء هذا. بدون تحيز بدون تحيز يعني بدون تحيز ذول يرفعون الضغط اوه ما منهم الا رفع الضغط بس انا احبهم يا اخي تحبهم وش تحبهم فيه؟ انك باقي ما بعد اوجعك راسك احبهم وبيحبوني يحبونك وهو مرتفع معك بيحبوني لكن اما من ناحيه الظهور ف
فانا شغال من الليله، من امس وانا والله شغال، لكن من الليله البرنامج له 29 يوم من امس، بس ما اشتغلت الا امس؟ لا 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 شغالين، لكن يبشرون بالسعد. تدري في برايم الاسبوع الجاي صح؟ اخوك كان مشرف من البرايم اللي قبله. يا سلام. كنت طيب ولو طلعت البرايم الاسبوع الجاي تندم؟ والله شوف ان طلعنا ابو كرامه وان جلسنا اشوف حاله جواب وان جلسنا يا طويل العمر حنا بين اخواننا ويكفينا نحن كل ظهر نشوف مثل حلم مشعل. الله يطول كل يوم ولا كل كل ظهر انا عندي اصحى من النوم اشوف من عند الباب ارجع انام. جعلني فداك من طيبك يا حبيبي. خلاص انا الحين قفلت المحاور مع مهند. ها شباب ايش صار معكم؟ خالد سم ايش صار معك؟ بس خلاص بشرك. طيب امورنا كلها طيبه. خالد وش اكثر شيء تعلقت فيه في البرنامج؟ كيف ايش اكثر شيء؟ اكثر شيء تعلقت فيه في البرنامج، شيء خلاك يعني تعلق فيه في البرنامج البزنس بشكل عام. والله المنتج مو المنتج جلساتنا مع الشباب مع اخوياك مع اخويانا وجلساتنا داخل وجلساتنا. تحس انك عشت عيشه جديده. اي حياه جديده. اي أيوة والله. اي طيب لابد ان مشتاق لاخواني واهلي يعني مع ادم روس. امين يا رب. طيب طيب انا بقصتك مع البوفيه اللي عند بيتكم. اي بوفيه؟ بوفيه وش قصص وايد وبوفيات وايد. عطني واحده من المواقف ذلية. من البوفيات ذلية ايش ماخذ؟ والله انا مسوي شيء ذا المجرم. اسلم. اي بوفيه؟ بوفيه اللي عند بيتكم ايش فيها؟ عندكم بوفيه عند بيتكم؟ ايه. خلاص عطني سالفه حصلت معك فيها. واجد سوالفنا. عطني واحده من ذا السوالف. يوم طقينا. اي طقيته متى؟ ها كيف طقيته؟ انك انه صار وقتها. ايه عقبنا في الطلب. طول عليكم. والله طول. ايه ويشوف يجوا الناس من برا ويعطيهم الطلب وانه سحب علينا. وقتها كان في مناسبه. ايه حلو. اخوان يدقون بسرعه وينكم؟ انا عند المغسله، انا عند الوفيه اللي بناكل. اي والله طول الرجال ودخلنا عليه وطقينا. والله طقينا وخذينا الطلب وطلعنا. بالله صدق ما دفعنا ريال؟ اي والله حرام عليك، كان اعطيته اقل شيء فلوسه. رفع ضغطنا يا اخي نص ساعه كل شوي داخل واحد انا طمني. بس الكلام ذا من زمان وانت صغير. اي والله من زمان. طيب من هو؟ تكفى يا احمد. مش ايش اسوي انت؟ ابو العلم. في واحد من اصدقائك كان صديق طفوله لك. كيف صديق طفوله؟ اي من 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 الطفوله هو صديقك. عيال اختي. اصدقائك؟ لا صديق صديق لك. من الطفوله؟ اي من ايام الطفوله. من يوم صغير؟ اي كنتوا تدرسون مع بعض. عبد الرحمن السلولي. وش تقدم له رساله؟ يا حليلك يا حليلك يا ابو ناصر. اي عنك ذا شهراني. اي والله. اي والله يستاهل يا بيض الله وجهك يا ابو ناصر. طيب سلمني على ابو ناصر وقم اذا خالد يقول احنا مشتاق لقدر الضغط. ترى يسمعك الحين مشتاق والله لقدر الضغط حقه. طيب وش شعورك لو يجيك الحين؟ والله اللي مرحبا ومسهلا بيد امي. طيب خالد عتابك على شخص يكون بالصمت ولا بالكلام؟ يعني واحد غلط عليك ترد عليه بتتكلم عليه ولا بتسكت؟ غلط علي؟ لا بشوف السكوت ما منه فائده، اللهم انك ترد عليه ولكن بحدود الاحترام. ما ارد عليه اني اسفل فيه وانزله الى اسفل السافلين، لا. ارد عليه بكلام عشان يدري ايش اللي في خاطري ويعطيني هو بعد اللي في خاطره. اذا جلس اني انا متضايق مثلا يقول الحين متضايق من سيف. حلو؟ ولكن كاتم نفسي من سيف وصادق. ما لها تزيد 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 عند سيف وعندي. بالعكس اجتنا وعلمتنا باللي بخاطري وعلمني باللي بخاطره طابت الانفس واستانسنا صح عشنا. نعم بلا شك. طيب كم باقي من التايمر يا مخرج؟ لك صار هذا والله تكفى يا حبيبي. 4 دقائق يا شباب. النظافه النظافه والشكل والطعم. السرعه والسرعه. تكفى يا احمد اقسم بالله. لا انت يا خالد ولا انت. طيب النظافه يا شباب والسرعه والشكل والطعم. محمد يا مهند قول قول لا تسمي. شد الهمه. دقيقه حتقدر تغمض عليه. عبرني. الله يبارك فيك. طيب النظافه يا شباب
انت تستعد النظافه والطعم والشكل والسرعه في الوقت. زين 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 العروس. يلا يا شباب كل هذا زي القشطه كذا حبات قشطه. اتكيت ها اتكيت القشطه. شفت فيها شفت تاخذ كذا وتحط فهمت حبات هذا فكره. طيب بملعقه صغيره اللي يعلن انه خلص بيكسب الوقت. اللي بيعلن الان انه خلص بيكسب الوقت. نعم شباب باقي دقيقتين يا مخرج. نظف 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 ثلاث دقائق باقي ثلاث دقائق لا تكثر النظافه اهم شيء يا اخي. يا عيني عليكم اليوم اليوم المطبخ يا اخي والله العظيم مرتبين خلصوا في الوقت نفسه واشوف ما شاء الله النظافه زينه وشكل الطبق ممتاز. يعني انا اشوف من رايي الشخصي من رايي انهم متساوين. لا ممكن ممكن تخيل احنا نقلي نطبخ ونخلص وشكل النظافه نقلي نكشن ونطبخ وشكل هم بعد كويسين بعد. طيب الفرن الفرن يا شباب الفرن الفرن من عند العيون نظفوها لانتم. الله عليك بالله يقرب على طبخة يقرب على سلطة الشباب يقرب على سلطة الشباب. خلاص خلصتوا نظافة نظافة ساعد خوي. يلا شباب ما يفتح ذا افتح. يا سلام يلا الان شوف 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 كيف الشباب يحطون العسل. قرب قرب يا مخرج قرب يا مخرج قرب 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 بالله على السلطه الخضراء. يا سلام باخل انت زود عسل زود ترى خلص الوقت خلصتوا. طيب عطنا الطبخة هنا عطنا عطنا الطبخة وين يا سلام. لا هنت حطها هنا لا هنت لا هنت بيض الله وجهك. يكفي يكفي يا خالد يكفي خلاص بس 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 واجد واجد سكر سكر الغطاء. النظافة النظافة يا شباب كم باقي يا شباب خلاص التايمر 40 ثانية. هذه احنا حاطينكم هذه شكل كذا ديزاين. ديزاين بيض الله وجهكم. طيب شل القصدير يا حبيبي عشان التصوير. اي شل شل يا سلام الله بالله يقرب قرب قرب هنا قرب شوف كيف شكل الطبق. يلا يا شباب خلاص استريحوا استريحوا يا شباب. تريحوا الآن الشباب الله يعطيهم ألف عافية. اثنين واحد خلاص الله يعطيكم ألف عافية. نزل القلقزات خلاص خلاص نزل نزل لا هنا استريحوا يا شباب. نزلوا هذه المريضي من شو اسمها حطوها هنا واستريحوا في الجلسة أما الخضرة ولا. يا عيني على الشباب والله العظيم إبداع أقسم بالله إبداع. اليوم المطبخ تاريخي لو أشوف فقرة تحيز بدون كلام ما أثنوا عليها يا ويلهم ويله. اليوم لازم يثنون على الفقرة لازم لأنهم خلصوا في الوقت نفسه وشوفوا شكل الطبق وأنا متأكد أن الطعم جميل كلها وأنا أراهن أن أبو علي بإذن الله بيعطيهم الدرجات سوا إن شاء الله. طبعا أنا طيب ايه تفضل تفضل بدياك تسجل لي اسماء يلا بعد اذنك. ها اسماء اسماء المتسابقين. مين اللي طبخ الحار هنا اي واللي طبخ البارد هنا
اللي طبخ الحار شام يا ابوي لبسوا هلا لابسين ابو علي هلا الان ابو علي جمهورنا الكريم جالس يذوق من الطبخه الحاره الله يعطيها الف عافيه اشوف ابو علي ما شاء الله اعطاها ملعقه ثانيه اكيد انه راضي عن الوضع تمام الرضا هذه جربتها يا ابو علي ولا باقي خلاص يا سلام عليك طيب تفضل هذه الحار وهذا البارد جميل طيب دقيقة شباب أبو علي الشباب ما لبسوا هذه حقت القصر الأواني المريولة ايه هل بيكون فيها خصم ولا شباب الزعبي ومهند ليش ما لبستوا المرايه ذي؟ ليش ما لبستوها؟ سؤال ليش؟ ها؟ ما شفتوها؟ اي والله ترى عليكم خصم الخفي اثنين اول شيء احنا انا قدني رافع اصبعي لك انا ابغى اشكر قصر الاواني مشكور ما جاء منك مشكور طيب اشكر قصر الاواني يمكن اشيل منك النقاط احنا نشكر قصر الاواني على ما يقدمونه على ما يقدمونه لنا يعني من منتجات فاخرة من منتجات فخمة من منتجات جميلة يا أخي أنا عاد أقول لكم أقول لهم كلمة أي شنو أنتم من محل شنو أنتم من كشخة شنو أنتم من طاقم شنو أنتم من جودة عمل الله يبيض وجههم ويجمل حالهم والله حتى ما شاء الله تبارك الله طيب الأفران حقتهم وشاركهم بها أقول لك أفران بس كنا كذا طق 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 اشتغلت معنا على طول دايركت على طول دايركت ما فيه بدون تكلف وبدون بدون شيء. تكلف ولا شيء ولا ولاعة ولا ولعني ولا بيض الله خلاص شلوا الخصم عليهم تفضل طيب اعتذر القصر انتظارك بيض الله وجهك باذن الله يا حبيبي الله يسعد قلبك يا ابو علي ابو علي فنان انت ها لا 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 تمشي بتمشي انت الحين لا لا منتظرك خلاص بجيك ان شاء الله خلاص الله يعطيك الف عافيه تحيه لابو علي تحيه يا جماعه والله شكرا لك يا ابو علي يعطيك الف عافيه يا حبيبي ما قصرت طيب شباب ايش رايكم تاخذون طبختكم تاكلون افضل والله اكلوها هناك طيب مهند ابيك تعال بجيبها خالد تعال مهند احمد عفوا احمد ابغى اقول احمد قلت مهند تعال ما لي فيه بس باخذ عشانك لقمه اسلم سلمت والله ما لنا فيه يا الربيع ممتازه ممتازه عن الخبز هناك خذ ابوك من حقهم ده الله يعافيك طول عمرك بس ما تفتك عشان ما ترد الواحد ما له دخل في التقييم يا احمد ما دخل حسب له دخل لا والله الان لها دخل يعلو عافيه هذا كله لك يا حبيبي انت كله لك كل ها احمد ترى لا شريتها من عند مقدم خلاص انا خصم عليك شريتها ارد ارد مثلك ها لبيه ها هو يا العالم ليش مشكور يا رب قلبك يا مهند يا اخي مهند والله ودي ازودك نقاط لا حقني انا يسموني مهند اخر حل ها يسموني مهند اخر حل بالله عليك اي والله الله يغفر الذنب شيء والله يعني تنقط وتقول احنا المركز الاول تبع كيف طيب. انتم مركز صلى على رسول الله احنا المركز الاول باذن الله ما كنا معنا خالد لهنت فاين لهنت كان احنا اللي فايزين سلام خالد هذه نعرفها هذه نعرفها
طيب لبسك ان اي بس عادي اذا فزت عاد شباب لبيك الله يلبيك خذ ربعه يلا حيد الله يبقيك خلاص استريحوا خذ 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 هناك عندكم انا خلصت والله عشان ما يقول ديري مجاعه خذ هناك فضحنا انا جوعان فضحنا شباب اكلوا دام حار بنتفهمها بنتفهمها سوينا نفسنا ثقيلين قدام الكاميرا لا اقلوا دام حار دام حار ترى والله اني خلصت والله مره توني متغدي قبل اجيكم يعني والله في العافيه الله يعافيك يا حبيبي شباب ترى في خبز يا عيال لو تاخذون معي الخبز والله فلحتك يا اخي انت اقسم بالله الاوتفيت حقك حتى اليوم حقك اتابع سناباتك قبل ما ادخل البرنامج ها اتابع سناباتك قبل ما ادخل البرنامج فرع على شمال الرياض بالمرسيدس ما شاء الله مرحبا ومزهلا الله يحييك الله لنا احنا يا الغلابه خلاص الوعد البرايم الجاي البرايم التسعين ابشر مرحبا بك الله يبيض وجهك يا مهند ما شاء الله والله متابعتك شرف جعلني فداك الله يبيض وجهك يا حبيبي الواحد يذكر الله على اي شيء الله يجزاك خير يرحم والديك يا حبيبي يبيض وجهك طيب شباب بالله سؤال انتم 29 يوم هاي مهند سيف خالد واحمد جربتوا بهارات مقدار صح؟ اي بهارات مقدار تدري انها هنانه انا بغصتهم في معلومه اسلم انت تدري احنا نطبخ اخر الليل؟ ايه تعرف انت حركاتنا احنا اخر الليل اي خصوصا بعد البث بعد البث تدري تدرون يا الربع معلومه انه ما تزين النفسيه الا بعد البث انتم من هنا؟ أقول لك حاجة تحشيك حنا والله العظيم ما أدري ليش ترى في البث متوترين في البث يا جماعة الخير قسم بالله ما قد شفت برنامج واقعي دخلت فيه يا ولد ما تزين نفسية إلا تحت البث خصوصا ما أدري فيه شيء تدري متى تزين السوالف لا تقول لي ما في شيء فيه شيء صح في إن تدري متى تزين السوالف نجتمع كلنا يا عند زاوية شقران ولا زاوية محمد ناصر ولا عند سريري جو عند سريري وسرير ذا إيه حلو ان انا سريري وفيصل طلال في الارض وعلى يساري ذا محمد ناصر على الزاويه احنا يعني احنا ماخذين زي القاعده كذا على جوار تستوي لك الجلسه حش حتى المقدمين حش انا بقول لك شغله يا ما عاد ما في حمش علي تدري ليه ليه يا اخي الاوتفيت حقه ما نقدر يا لب قلبك يا شيخ يا ولد انا اعطيك ثوب اطاري مقدار فرات مقدار في اكلات معينه يجي معه اصلا فرات يجي معه احنا نكزل البهارات اللي يجي معه ونحط من المقدار ايش رايك بالله بالاعلام لا لا ازيك تدري اني هذا ودي احطه بينك وبين خالد ما يصير اكل لا والله بس طيب ترى نطبخ البيض ونحط معه بهارات البيض ما ينحط معه بهارات صح احنا نروح نفك المقدار ونحط يا ولد نقني البطاطس ونسوي فوق بهارات والله العظيم كم نوع يا ولد ما شاء الله تبارك الرحمن هم اساسا اصلا يحطون لك كم نوع ازرق خضراء حمراء برتقاليه زيتية ما شاء الله هم جابوا بس قدر ضغط موجود أعطيك على بلاطة موجود جميع أصلاب الأكل قصر لواني نبي يجيب لنا قدر ضغط شرب السعد يا قصر لواني نطالب بقدرين ضغط للشباب حلوة حلوة خصوصا في الأجواء الزينة المكاشيت يمكن يطبخون برا والله من يوم قلت أي والله نبي قدر ضغط مو هو كهرب أي والله نبي قدر ضغط لا والله ترى موفرين الكهرب ما نبي كهرب حتى لو ما تعرف تطبخ ترى في قدرين لا يقولون فيه الاعداد شباب يقول كل شيء موفرين موجود عنا هناك موجود قدرين اذا لا خلصت اي لا خلصت خذها عندك ضبط لك جهاز خلاص حاطين اياها جديده ها قصروان ايش سووا ايه يعرفون احنا رايحين نطبخ كذا راحوا قالوا بننزل عندهم من كل شيء نوع نزل عندهم كل شيء نوع الفرن الميكروويف القدور الصحون كل شيء من كل شيء نوع وما قدر ما قصروا نبغى نشوف الطبخ من كل صنف نوع احمد مساك الله بالخير الله يمسيك بالنور يلا حي جعل والله فيه العافيه ارجع لك بعد شوي طول عمرك لا عليك خذ راحتك سم طيب احمد من هو اللي سماك صوت الخفجي وش سالفه صوت الخفجي صوت الخفجي هذا لقب لك صح من يدي يعني صوت الخفجي سلمك الله سماني لقبني بهاللقب هذا الأستاذ الغالي والأب الغالي علي محافظ محافظة الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع هو اللي لقبنا بهاللقب هذا اللي هو صوت الخفجي يا سلام تستاهل طبعا سلام. أنت من سكان الخفجي صح؟ الله يا سلام طيب تستاهل والله كل خير طيب نبي نسمع بيتين شلة خله صوته زين ما شاء الله بين أهلنا
يا حالات الذكريات ويا حالات الجمع لما نجتمع يا حساب تصير يا حساب تصير جمعتنا وداع كم حبيب يروح من عدنا وننفجع الغالي صعب من يروح الغالي صعب من يروح بفراقه بس نلقى جروح بين أهلنا يا حالات الذكريات. سلام. صح صوتك بيض الله وجهك. والله مبدع يا أحمد. طيب أحمد بنشوفك تجين بالبرنامج بإذن الله. توعدنا تعطينا حصريات شيء. أنا طال عمرك عندي أكثر من 9 أعمال الآن جاهزة. جاهزة. سجلوا وجاهزة الله الله. وإن شاء الله. أول عمل أنا أنتظر أخوي سيف يدش المعمل ثم من بعد أخوي سيف أنا أبتدي بالتدشينات. إيه. أي نعم. يا سلام. إن أنا آخر عمل دش يعني آخر واحد دش العمل. طيب أنا أشوف إن 9 واجد. ليش تحرقها؟ ليش ما تدشين 4 مثلا 3 وتخلي باقي بعد البرنامج؟ والله انا لقيت فرصه باذن الله بدشن اللي اقدر عليه. قد سجلت انت خلاص؟ الله الله مسجلات وجاهزات طال عمرك وبس يبي تجين. يا سلام. أينا. يا سلام باذن الله بكره بندشن اول عمل. يا سلام يعني اليوم اليوم حصريات تجد في فقره طبختين ما لم تجد اليوم الله تجين الله. عند سيف الزعبي بعد صلاه العشاء وتجين عند احمد الشمري بكره باذن الله والله يبيض وجيهم. طيب وبعد بكره انا عندي شيء لا يمكن اشيلها بعد باذن الله. وش عاد خليته انا اشوفه وبزيدك بالشعر بيت انا شفنا لحن على القصيده اللي سويتها كملناها. يا سلام ماني بشاعر. شوف اول قصيده مكتوبه في البرنامج. طيب انا عندي لك راي يا مهند. اسلم. وش رايك تكملها وتشاركهم فيها الشباب؟ انا الحين بخلي سيف يلحنها. يلحنها سيف. عند الحين عندنا مشكلة في بعض في الشطر في البيت الثاني عندنا بالتعديلات تعديلات فقط اي ترميم اي ترميم خلاص إيه؟ بعدين التليس بعدين المرحلة النهائية التشطيب اذا زانت البيتين ذي اعطاني على اللحن شطبنا خلصنا اذا اعطاني اللحن كملنا الابيات يبشرونها بالتدشن في البرنامج. بيض الله وجهكم بيض الله وجهكم. طيب خالد عندك تدشين انت ان شاء الله؟ باذن الله ان شاء الله. طيب انا ماني معطيها وضعيه المنشد اني انا منشد صوتي زين بس كذا هوايه. طيب وش اللي بتعطينا؟ عطني بيتين معلش من ها؟ لا ما اقدر. ليش؟ هلا مفاجأة؟ عفا عليك. طيب عطني اي شيء. صوتي صار مو بزين انا. طيب كيف بتسجل طيب دام صوتك مو بزين؟ كذا شيء تدخل استديو طق شغل يلا بس لا كذا انت لازم تعطي مجال لاخوياك. ابد اخويا المجال لهم مش دعوه. فيك طيب. شباب استوديو هناك. اي طيب طيب نبي بيتين منك. ملحن يعني الحن؟ إيه لا والله عطنا يا رجال والله. طيب قصيده مقوله شيء يلا بدون لحن. بدون لحن يلا. إيه بدون لحن كل شيء تبيه موجود يلا عطنا تنق ودك تاكل ودك تشرب. اسلم. طيب الله اني ما ادري ايش يقول. يقول يا الله لا تجعلنا موقفا حرج عند الخسيس اللي براسه نعاجه يا الله لا تخلي للي لهم عج بالطيب وجيهن غشاها ابتهاجه الوجه يضحك والقفا ما بهم هرج طيب على اساسه ولا بحواجه مثل نجوب وخل ما طال من هرج كل يضوح للنشاء ما سراجه وانا بخير وراس قوم لهم برد لم القشر والشر ثور عجاجه الطيب ورثي لي عشاقه ومنهج والله يجدني الرخم والحلاجه والله ولا غيره له الصوم والحج عليه شكوى همنا وانفراجه سبحت باسم اللي بروقه تلا عج من معصراته فج ماها وهاجه بسيل يهول العقل
لا من تدرج من نيفها والصبح فلا الحجاجه سلام اسكت ابي اطول قصيده عليك والله وجهك خلاص ما عاد نبي تهجين خلاص عقب ذا القصيده. طيب يا الربع انا ما عاد عندي وقت محاور خلصت عندي بس نبي نقرا الهاشتاج ايش رايكم 300 نقطه تراها زينه يعني صح تجي لكل واحد 100 نقطه طيب الله وجهك انت تفكر جالس معنا ولا تفكر في هذا ابي يعني. والله هذا طيب لكن وال100 طيب و والهاشتاج 100 نقطه طيب 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 ها وجودك اطيب الله يطول عمرك. طيب متابعينا ومشاهدينا الكرام الحقوا على التخفيضات قصر لواني نصف السعر على أكثر من 18 ألف منتج ترى باقي يومين بس لخمسة يناير ينتهي العرض حاد شتاء والناس تحيم خيمات كشتات طلعات كل شيء ها؟ التاريخ كم اليوم؟ اليوم التاريخ يا حبيبي ظهرنا ثلاثة لا بكرة اليوم وبكرة خلاص باقي يومين يوم بالهجري الهجري كم التاريخ؟ الهجري الهجري 11 6 اي ليه انا طالعين الا في 13 8 ابد تطلع اسبوعين رمضان قدامك او عاد مقاد رمضان الدنيا لازم السهرات والطايره والكبس احنا لازم ناخذ من قصر عاد وقتكم انتم ما شاء الله ها لازم ناخذ من قصر لواني لما مقبلين على رمضان يا سلام خصوصا السمبوسة والمعجنات والاكل والشيء اللي يمشي بسرعه انا قبل شويه خبزه على طاري على طاري التفكير وشاهد واحد من الاعداد والله هذا الموضوع اللي خلاني افكر قبل شوي واحد من الاعداد ذكر لي اسم وانا توقعت صراحه السؤال هذا بينطرح الان لذلك كنت افكر فيه اللي هو سالني قال لي في اسم وش يعني لك ايه فانا سالته قلت هل السؤال هذا موجود عند اخوي مفلح ولا كيف ودي والله العظيم اني اثني على الاسم هذا تفضل ابد الوقت لك قال لي احمد وش يعني لك عبد الله العوفي هو موجود عندك السؤال ولا لا موجود إيه؟ يا ليتك سالني ناوي اسالك اياه والله والله العظيم اي والله يا هذا عاد راس انت اذا ما نسيت ناوي اسالك اياه هذا الاسم يا طول العمر وش يعني لي عبد الله العوفي عبد الله العوفي سلمك الله هو والدي الثاني هذا الرجل اللي بغض النظر عن علاقتي الخاصة أنا يا أحمد بيني وبينه هذا الرجل جدا جدا عظيم في فترة من الفترات في فترة كان الكل يعطيني وعود والله العظيم ما حد وفى بالوعود غير هالشخص الكبير قدر اللي هو والدي عبد الله العوفي الله يمسيه بالخير يطول عمره ويحفظه وأنا والله العظيم من هالشخص هذا مهما سويت حقه ما أوفي حقه أبدا 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 عبد الله العوفي الحربي الله يطول بعمره ويحفظه فهذا اللي خلاني أهوجس قبل شوي إي والله العظيم من غلاتي وشوقي له شوف أنا عشان تكون على بينة أنا والله إني قرأت أكثر المحاور فيه بعض الأسئلة أنا تجاوزها للأمانة على كل الأسئلة اللي عندي يعني أسئلة تلامس المشاعر يا ربع والله ما ودي أقولها انا جاني موضوع بغيت اسالك اقول وش السؤال اللي والله العظيم لك ولخالد ولا سيف ولك انت يا احمد الله يطول عمرك اسئله تلامس المشاعر والله ما ودنا بهذه الامور ذي يا الربع انا الشيء اللي لامس مشاعري ترى اي الشيء اللي لامس المشاعر ذي ما نبيها طبعا من طيبك والله لكن عشان نكون على بينه هذه مين من اخوي سالم لكن هذه من فرق الدعم ومن الجمهور وبيض الله وجيكم انتم غاليين بس ما ودنا انكم تحطون تعطونا اسئله الشباب يتاثرون بها ولا لا يا خالد؟ لا لا بالعكس والله والله الا فخر وعز ومعزه الاسم هذا والله ولا هي يعني لا ما اتكلم عن الاسم هذا اتكلم عن بشكل عام انا يعني اتكلم عنه بشكل عام ولا الاسم ما اتكلم عنه الله يطول عمرك يا انا وبس عسى الله يوفقكم الحظ الطيب وانت تستاهل والله كل خير يا عبد الله ايش رايك؟ احمد ايش رايك؟ اسمع تسالنا الاسئله انا ايش؟ جاني القهوه جاني الفضول ابغى اعرف ايش تحت الهواء تحت الهواء شكرا تحت الهواء يا نوم عيني عشان يا نوم عيني هذه الاجواء اذا شفت السؤال الاجواء زينه تجيب لي سؤال تذكرني في شيء لا انا ايش انا نص اسئله الجمهور على الهواء اسالنا تحت الهواء واذا شفنا السؤال عادي بدنا نجاوب نركض في الهواء ترى السؤال كذا طيب
صلى على رسول الله. خلصنا المحاور نعطيكم ها؟ اي الهاشتاج صادق. اي والله الهاشتاج. الله يهديك يا احمد بن السيف. طيب. هي دور نقاط. احنا نبي ناخذ لنا نقاط وناكل. والله انا بالعاده لما اسوي لي طبخه ما اكله، لكن هذه اليوم باخذها معي بخليها بجنب سرير. الربع انا ضايق وبالله خلوني والله محتاج لي سجت خطوات عصرية واللي تبونه من يدني من عيوني بس اتركوني ترى اخلاقي تجارية. صح صوتك يا تبدأك. صح سيف صوتك يا ابو صح. طيب حمد. يلا نسحب يا شباب. يلا الله عيني يا ابو. شوف 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 كذا ما ينفع. شوف الناس اللي يسحبون يكررون الاسم ما ينفع كذا. ما راح بالعكس كذا انت ما تعطيها فرصه انه يفوز بالمئة نقطه. بس ايش اسمه مفلح احيانا بعض الهاشتاجات يجيك جريده كامله ساحه كامله كلها سيف 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 سيف, سيف. ليه ليه غلط منك ليه كذا ليه اي ياخذون مساحه ياخذون مساحه ياخذون مساحه غيرهم ترى ياخذون مساحتك ومساحه ذا ومساحه ذا. انا خاف يحطون اسمي يلغى تويتر من قوه الاسم. شوف فيها الاسماء متكرره والله فيها اسماء متكرره. انت اذا شفت فيه جريده تجاهلها انزل لي. طيب بسم الله نبدا. طيب يلا يا مخرجنا نبدا الان على السحب على اول 100 نقطه. جعلها من نصيب المئة الاولى من نصيب من؟ جعلها من نصيب. توقع يا احمد. يا رب ان شاء الله يا رب من نصيب. نقول ايوه انا وعدتهم في بدايه الحلقه اني اسحب من تحت الناس اللي شاركوا في البدايه. خلني برجعوا عادني في اربع دقائق. عاد باقي اربع دقائق. عادني في اربع دقائق. باقي ساعه. طيب اذا انا اعطيتك التوقع هل تعطيني 100 نقطه؟ مثلا من الشباب اللي بتجي 100 بعطيك 100 نقطه ما لها دخل بالبرنامج. قول بس كذا الله يجعلني فداك. زين المرزاق. بيض الله وجهك الله يرفع قدرك. بنزوجك. مرفوع. الله يطول. جربوك في الجنه. يلا يلا نبدا بسم الله. الف مبروك للمتسابق يا مسلم. الله عادني 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 يا رب. اكل اكل. خلني انزل بعد اصابعي ترى صغار. انزل عادي في 16 دقيقة وعدتهم انا والله في اول 100 نقطة اسحب من تحت وال 200 الباقي بسحب من النص ومن فوق ومن الاحدث. ابد ابد يا اخوي. يلا بسم الله. يلا بسم الله. الف مبروك. انا بوقف كذا عشوائي. الف مبروك. وقف. ليان الاخت ليان العتيبي 100 نقطة من نصيب خالد السالي. من؟ انا ادري ترك كذا. خالد السالي. مهند بن فردان. شاهد. نوم الله عيني. ايش حاب تقولها يا مهند؟ الله يبيض وجهس ويجمل حارس وليهين اسياء على قولة ضال يا بنت الرجال. يا سلام. طيب. تستاهل. المية الثانية بتكون من نصيب. ليان. الله يبيض وجهس يا ليان وليهينس. معنا مع الربيز دائما يا مفلح. يا اخي اقسم بالله جاني وشيم. ايش فيكم يا شباب؟ المية الثانية. شوف حتى الذبان عجبه من الحلو من الحلو. يلا تكرار الاسم ممنوع طبعا. ما عاد ياخذ 100 ثانية خلاص. اي والله يا شباب كرر الاسم يا شباب كرر. وضعي اذا ما جاء اسمي كرر. المية الثانية من نصيب. وقف بعد مهند. وقف. والله عيني يا ابن عمي. حساب سبحان الله. الله. المية الثانية 100 نقطة من نصيب
خالد السهلي. يستاهل. يستاهل ابو حمد. بيض الله وجهها السنافيه يا بنت الاجواد. ايش هي بنت الاجواد؟ والله ما ادري حاط حسابها سبحان الله. بيض الله طيب. وجهها. وجه ولا وجهها؟ المية الثالثة من نصيب خليني بعين في الزعبي وجهه الزين. ربعي شكلهم راقدين. حزت قيلولة. وقف. ضابط هذا نفس الاسم يتكرر ما نبي نفس الاسم. ها وقف 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 وقف. قل لي وقف يا احمد. وقف. لا متكرر الاسم. من هو هذا الاسم؟ مهند. بس يلا. سبحان الله. يلا. لو. يلا يلا. قل لي يا احمد وقف. وقف. متكرر. من هو بعد؟ مهند. الزعبي بس متكرر. حاطين نقاط 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 نقاط. حطوا فواصل احنا ما تكلمنا. وقف. تولي تولي احنا ما تكلمنا على الفواصل هذه. يلا ها ها مهند بعد متكرر. مهند متكرر نفسه. خالد بس متكرر مع هذا نسحب عليه ثاني. يلا قل لي وقف. وقف هذه على تغريده. يلا وقف بعد متكرر الاسم. واحد متكرر. لا عادي قل اسم. خلاص متكرر ها. انا خلاص عرفنا المتكرر. يلا ها. قل لي وقف. لا حد يتكرر. لا حد يتكرر. متكرر. منهم الاسم؟ عد من واحد للعشرة. ابدا من عند سيف. يلا سيف قل لي وقف. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وقف. اسمي. منار الشمري. ها. لاحمد الشمري. بعد حي يا بعض. بعد راسي. الله يطول عمرك. طيب اسمع منار ممكن طلب بسيط. ممكن طلب دقيقه برد عليهم وبشكرهم. يلا اطلب هذا. يا بعد حي يا اخيتي منار الله يطول عمرك ورحمته جابوت ويا مال العافيه يا مال القناه يا بعدي. تستاهل يا احمد وتستاهل يا خالد وتستاهل يا مهند وتستاهل الزعبي. ابي اشكر الله. الزعبي جا شيء؟ ابي اشكر. الحين احنا بناخذها 300 هي. طيب عادي اطلب طلب. الحين احنا بناخذها اذا ما فيها احراج. جربوك في الجنه. تم تم. تقدر اقسمها 50 50 بيني وبينك؟ ما شاء الله قطه هي داخل بوفيه انت. هذه النقاط. لا لا ما تجي ما تجي ما تجي ما تجي حتى ما تقدر تحولها اصلا. عادي اشكرك. اي تفضل. اقول بيض الله وجيههم. والله يجعلني ان شاء الله عند حسن ظنهم. والله وبالله وتالله اللي يرسل حرف واحد عن خالد السهلي انه يسوى عندي الكثير. كذا نظامك. جعلني والله ما خلاص. تستاهل يا خالد وكل خير. والله عماركم اطوال. والله يجعلني ان شاء الله عند حسن ظنكم وكل ابوها شهرين وطالع لكم وبشر كل شيء يرضيك. تستاهل كل خير. طيب جمهورنا الكريم نذكركم بوقف الصدقه الجاريه بالبلد الحرام. نذكركم تصدقوا بهذا الوقف سهم الفرد اللي هو 150 ريال تصدق. والله نحن في اليوم انت خسر 400 300 كافي مطاعم بوليفار اروح لبوليفاردات يعني زي كذا مجمعات وكذا يعني اروح ادفع واكل لاجل نفسي. نعم افضل اني ايش صدق اخلي ال150 فوق ذلك. نعم. اني احطها في عمل خير لي يدوم معي طول الحياه. يا اخي صدق لك الين يوم القيامه. نعم الين يوم القيامه تقدر تفرد فيها هم مسلم. ما تدري يمكن ال150 هذه تسكر فيها الوقف كله. صح والله العظيم ممكن انت اخر واحد يتبرع بال150 تسكر الوقف كله. هذه نعم هذه. طيب بيض الله وجيكم. وجهك يا والله يعطيك العافيه. باقي الفوز ماني معلمكم خلاص ماخذين 100 علبة قاعد يا باقي الفوز قدامنا. لا لا تستاهل سيف الفوز طال عمرك. ها مجنبك منه ابن عمي على يمنا ما ادري ما عاد طيب. يعني قصدك ان ابن عمك يغش. لا ماني من ويقول مدام الرجال قحطاني. الله اقسم بالله العظيم توني درنا قحطاني ابو فردان. بالله اي والله لازم 70 نعم ودرس معي واحد مشعلي بعد جنب. بالله اي والله 70 نعم هذيك غدير اخويا. ايه لولا الحمايا ما تجي المشاكل الا بعد الخوه الا بعد الفوز. لولا الحمايا كلب. تعال يا سيف يا باغي الفوز اليوم. شكرا لكم الله يعطيكم الف عافيه. الناس اللي شاركوا في التاج وبيض الله وجيكم. اي وهذا تقييم الشيف ابو علي 300 نقطه راحت ل احمد وخالد ومهند. سيف معوض خير يا حبيبي. سيف بنقط معوض راسك. طيب اليوم تدرون كم الفرق بين الطبختين الحاره والبارده؟ اقسم بالله انا 10 دقائق.
10 دقائق 10 درجات الفوز من هو له 10 درجات الفوز الفوز من هو له الفوز الفوز من هو له ألف مبروك للي حصل معنا اليوم في فقرة طبختين 300 درجة من نصيب لكل متسابق 100 درجة 150 درجة يعني إذا أخذت 100 نقطة حقت الجمهور مع 150 تطلع اليوم من فقرة طبختين 250 نقطة 250 دي أتوقع أتوقع بنسبة كبيرة ما تدخلك البرايم أتوقع ألف مبروك للي حصل معنا اليوم جاني حاقط مادر شوف أنا ماني بقال ألف مبروك فلان بن فلان أقول لك إذا بريحية عطني طريقة تشويق أنت فيها إيش رأيكم فايز احمد الشمري ها تصرف كذا كيف كنت فايز احمد الشمري صرف يا ابو احمد الشمري طيب نقول اللي فاز معنا اليوم كذا كذا خلى براسي خالد السهلي واحمد الشمري الله اكبر يستاهلون كل خير وش الفرق اللهم لك الفرق وشو الفرق لا كان الفرق اللي هو النظافة كانوا متساوين النظافة متساوين تعال تعال هنا يا مخرج النظافة كانوا متساوين والطعم والسرعة متساوين لكن عند الشباب الشكل والطعم اللي هو مهند والزعبي وش نسوي لحمت الناشفة مهم طلعت لونها خضراء ولا صفراء لحمة شو نسوي يعني إيه؟ تقليها بالزيت يعني متشهب يعني فصل عليها ثوب يعني فصل عليها بشت لا تزيني تقول الفرق نقطتين ثلاث اللي فاز منهم خلاص انا قلت لك فزنا طيب الف مبروك لكم تستاهلون كل خير ومعوضين خير يا مهند وخالد السهلي يعطيكم الف عافيه مشاهدينا الكرام بيض الله وجيهكم على حسن مشاهدتكم اليوم ونراكم باذن الله بكره نعم معي أنا أخوكم مفلح المشعلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحدي والتنافس والفكاهة والثقافة والأصالة والنزاهة والنصايح والبساطة والنباهة واقعيتنا على الواقع جميلة واقعيتنا على الواقع جميلة واقعيتنا على الواقع جميلة في ثلاث شهور تجمعنا المحبة يا الله اللهم لك الحمد